وصفة مجدرة البرغل أو المجدرة الحمراء من إلا ببلدنا بالفيديو التالي. هيدول هلأ قشر الجوز أنا حطيتهم هون بالمي، شوف اللون اللي بلش يطلع منهم. أنا دايما أي وصفة بدها لونها باللون البني كأن الرز متكرمل أو لونه بني أو لون السكر الكراميل أو للمجدرة البرغل لوصفة رز الصيادية، أنا كتير حكيتكم عن قشر الجوز بيعطي لون ما إله لا ريحة ولا طعم، نستخدمه كتير إحنا عنا لتلوين الأكل، بحصل على هذا اللون البني كأنه أنا حرقت بصل أو كأنه أنا كرملت سكر، بس ما في طعمة حرق أو طعمة حلا من السكر. بتلاقوه عند العطارين، أنا بلبنان بموسم الجوز بنشتريه ومننشفه، وأنا كمان بالكويت هون بشتريه من عند العطارين، موجود منه قشر الجوز اليابس. لايكوا اللون كيف بلش يتغير، هيدا بس من كم حبة من كم قشر لقشر الجوز. صورت لكم اياه عندي بالاكونت اكثر من مره، جربوه انكم تلونوا فيه الاكل ما له اي طعم ولا ريحه بس لون. هلا انا هون جهزت البصله يلي بدي اعملها للمجدره البرغل. كل الناس اغلبهم بحطوا البصله لتصير باللون البني الكتير غامق، يعني في كمان ناس بيحرقوها بخلوها تغمق كتير وبيطحنوها وبيحطوا العدس ينسلق فيها. انا ما بعتمد على لون البصل، انا هلأ بس هيك شقرته رح ضيف عليه مي مغلية لانه بعتمد على هيدا اللون البني، باخده من لون قشر الجوز. يلي ما عنده قشر الجوز تغمق شوي البصل لحتى يتبغ لونه، وبعدين تحط العدس بتطحنهم، في ناس تطحن البصل وفي ناس ما بتطحن البصل. هلأ رح ضيف انا عليهم مي، عشان هيك انا ما بعتمد على لون البصل اني اخد لون المجدرة يصير عندي بني من لون البصل، هيدي الدرجة كتير مناسبة. اللي ما عنده قشر الجوز بتضيف كمية مي وفيرة وبتكون مرتفعة لفوق، عشان بدنا نسلق البرغل بدنا نطبخ البرغل والعدس فيهم. انا رح ضيف على البصل مية سلق قشر الجوز، شوفوا اللون كيف طلع، هيدا اللون البني اللي كتير غامق حصلت عليه من قشر الجوز. يلي ما عنده اياه سبق ووضحت بتخلي البصلة عندها تصير لونها بني كتير غامق، بتضيف عليها مي مغلية، في ناس بتطحنها وفي ناس ما بتطحنها، انا بحب اطحن البصل. وهيدي المي بعد ما طحنت البصل فيها، رح ضيف هون تقريبا كوب كوب وربع حسب الكمية اللي انتو بتكون اياها، هيدا العدس اللي بنستخدمه بهيدي الطريقة، عشان هيك بنقلها مجدرة حمراء. هلأ رح حط ملح مع العدس كمية بسيطة ورح اغطيهم، اول ما يغلوا رح اغطيهم وخلي العدس لحتى يستوي عنا، ثلاث ارباع الاستوى رح ضيف البرغل. هلأ العدس بعرف اذا قادر يوضح اللون من البخار، ثلاث ارباع الاستوى، شوف اللون كأني انا حرقت البصلة وطحنتها اللون كيف صار. وهيدا برغل خشن اسمر، انا بستخدم نوع لبناني، غسلت تقريبا كوب وصفيته، رح ضيفه فوق العدس. لازم نزود مي اذا المي نقصت، لانه هيدي ما بتكون مفلفله، لازم تكون احنا بنقلها سمحه او دلعه شوي، يعني ما بتكون كتير مفلفله زي الرز ابدا. هيدا لونه ما شاء الله، شوفوا اللون كيف، رح زود ملح، حطيت ملح زياده لانه بدها الطبخه، وحطيت نص معلقه صغيره كمون. هلا بس تغلي دقيقتين ثلاثه بخفف النار وبتركهم يكملوا استوى على نار هاديه، بنخليها تاخد لحتى نشوف البرغل فتح معنا واستوى كتير كويس، وحبات العدس على الاخر مستوية. وهيدي المجدرة مجدرة البرغل بعد ما طفيت تحتها، في ناس بتخليها كتير ناشفة، هيدي أذواق، انا بحبها تكون شوي طرية. هلأ على البارد رح ضيف زيت زيتون بلدي اصلي عشان يعطيها لمعة وبتحافظ على الريحة فيه اكتر. هلأ انا شوي بخليها مكشوفة، بتتبخر منها كل السوائل، هي تبخرت كتير منها، ورح اسكبها بس لتبرد معي. شوف اللون، لا حرقت البصل بس استخدمت قشر الجوز، ليكوا اللون كيف طلع ما شاء الله. وهيدي المجدرة مجدرة البرغل بعد ما طفيت تحتها، في ناس بتخليها كتير ناشفة، هيدي أذواق، أنا بحبها تكون شوي طرية. هلأ على البارد رح ضيف زيت زيتون بلدي أصلي عشان يعطيها لمعة وبتحافظ على الريحة فيه أكتر. هلأ أنا شوي بخليها مكشوفة، بتتبخر منها كل السوائل، هي تبخرت كتير منها، ورح أسكبها بس لتبرد معي. شوف اللون، لا حرقت البصل بس استخدمت قشر الجوز، ليكوا اللون كيف طلع ما شاء الله. وهيدي المجدرة بالنسبة للقوام، كل ما بردت كل ما رح تلاقوها نشفت معكم أكتر،
وبالنسبة للقوام كمان في ناس بتفلفلها كتير، احنا ما بنحبها هيك، بنحبها تكون طرية زي ما قلت لكم. عنا ببلادنا بيقولوا لها سمحة دلعة، بس مش على الاخر بهيدي الطريقة. وما شاء الله اللون. هلأ على وش المجدرة انا هون مدبلة بصلة مع شوي زيت زيتون، بحب وزع على وش المجدرة بصل، وهيدا مش الكل بيعملها، في ناس بتحط بصل وفي ناس ما بتحط، هيدي أذواق. وهيدي المجدرة بعد ما انا حطيت عليها البصل المقلي وسكبتها بالصحن وقدمتها.